السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده بصوا يعني يعتبر جوله في الاساس او الركن او الانتهات اللي في توحيد والنور بتاع مصطفى النحاس، مدينه نصر، مكرم عبيد، شارع مصطفى النحاس او امتداد مصطفى النحاس، مدينه نصر. تمام كده، دي كده بصراحة منزل تشكيلة رائعة مختلفة جدا من الترابيزات والانتريهات. ده كده مثلا انتريه كده بالشكل ده، الاسعار بيبقوا حاطينها على اليد بتاعت الانتريه. تمام، الانتريهات عاملة في حدود 10,000، يعني انتريه زي كده ممكن يكون عامل في حدود 10,000، 10,000 وكسور. ده كده جلد مقلوب، المرجحة اللي مكسرة الدنيا وشغلة كل البنات وكل العرايس. الانتري ده كده مثلا ممكن يكون في حدود 7,000. الاسعار هناك بدأ من 6,000 و5,000 و4,500 لحد 10,000. تمام، زي ما انتوا شايفين كده كابوتينيه، وفي اللي هو مقلم كده اللي هي الموجة اللي هما بتاعت الخياطة دي. ده كده مثلا الصالون ده بالكابوتينيه كمان. الصالون ده بص شياكته، بص جماله، عامل 9,000 جنيه. ده بصوا كده شكله بالترابيزة بتاعته. طبعا في مجموعة ترابيزات حلوة جدا جدا، وأسعارها من 1,000 لـ1,500، أو تقريبا من 700 حاجة كده لحد 1,500 أو 1,700 أو 1,800 الترابيزات. دي كمان بتاعت الترابيزة بتاعت البلكونة دي، ودي كمان حلوة قوي قوي. الركنة دي برضو أسعارها حلوة قوي، برضو في حدود 7,000 جنيه. بصوا دلوقتي هنشوف السعر بتاعها على الايد بتاعتها. كل موديل، ودي الركنه دي جلد مقلوب، سعرها عالي شويه. في اختها بالظبط خامه مختلفه قماش مختلف ب6,000 جنيه. تمام، ولونها رمادي، دي لونها تقريبا على كشمير. ماشي، اهي دي عامله 7,370 الركنه دي. بصراحه مميزه جدا وشكلها حلو قوي يعني، وخامتها حلوه جدا على قطيفة. تمام، وده على جلد مقلوب ماشي، وسعرها هناك برضو في حدود نفس السعر حوالي 7,000. تمام، بس انا كسلت اروح لحد الايد. هنا بقى الانتريهات دي اهي، اهو في منها كام لون، في منها اللون النبيتي، في منها اللون الرمادي. في دي عاملة 8,700 جنيه، لون النبيتي، لون الرمادي، لون البني، لون الكشمير. وفي الموديل ده الكراسي بتاعته مختلفة رسمتها، دي عاملة 7,900. بصوا اهي، اهي دي شبه اللي هناك، دي شبه اللي هناك، دي عاملة 7,900. بصوا شكلها حلوة قوي قوي قوي. وده انتري تاني برضو، تلاقيه عامل برضو نفس التكلفة، السعر بتاعه على الايد بتاعته. ودي برضو مختلفة اهي، برضو كابوتوني كلها كده من ورا. ممكن نرجع نشوف السعر بتاع دي، وممكن ما نرجعش عادي برضو. ماشي، انا عجباني قوي قوي المخدات بتاعت الركنة دي، مقاسها حلوة قوي قوي، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وملمومة كده وحلوة قوي. وحبيت قوي قوي السادة، ودي على فكرة اللون بتاعها على الطبيعي احلى بكتير بكتير. اللون ده حلو قوي قوي، اللي هو الرمادي في القعدة الشلت دي. دي عاملة 6,740، بصوا دي عاملة 7,900، فرق 1,200 تقريبا، 1,300. بصوا دي بصراحة يا جماعة خدوا بالكم كده، اللون السادة بجد حلو حلو قوي. اللون السادة بيخليك، بصوا الركنة الرمادي اللي هناك دي، دي شبه اللون اللي عندي بالظبط بالظبط بالظبط، حتى يمكن نفس فيها شبه قوي قوي من نفس الحرف ال اللي عندي ب6,000 جنيه. يعني انا هعملها بتاعتي 13,000 وحاجة، برضو نفس الركنة عندي، بس انا مش عاملة كابوتيني، عاملاها كلها سادة. انا عايزة اقول لكم اللون السادة بجد سيمبل جدا، وبتحسوا كده ان الحاجة متروقة لوحدها، حاجة رايقة، حاجة هادية كده. لكن المنقوش شوية فاهمين بيعمل كأنه زحمة، يعني خدوا بالكم كده مش مريح للعين خالص المنقوش، وتحس كده كل شوية محتاج ترتيب ومحتاج تنظيم، فاهمين؟ كأنكم عايزين
تروقه كل شوية. دي عاملة 4000، أنا استغربت سعرها أوي أوي، عاملة 4000 وحاجة. دي عاملة 1300، دي 1500، 1300 اللي هي البني دي كام؟ دي عاملة 4000، يا نهار أبيض، دي عاملة 4870 اللي هي الكحلي دي اللي قصاد الرمادي، تخيلوا سعرها ذهول ذهول، بس تخيلوا. بس اكيد طبعا الخشب مختلف، طالما فرق من دي 6000 ودي 4000 ونفس القماشة ونفس الرسمة، بس اكيد الخامة مختلفة، فرق 2000 جنيه. بص بقى الترابيزات دي، مجموعة ترابيزات شكلها تحفة جدا، بس اسعارها تحفة قوي، اسعارها اوفر قوي. يعني دي عاملة 1700 و بقرأ بالمعوج، معلش يا جماعة، دي تقريبا عاملة 1500 وحاجة. يعني المهم ان هي مميزة، هي الاسعار عالية بس في كام واحدة فيهم فيها تركات حلوة. دي مثلا المدورة العادية دي كده 1500، دي 1250 اللي بعديها، بصوا في واحدة هناك فيها حركات كده اللي انا بحاول اوصلها، اخر واحدة دي برضو فيها حركات تحت. انا بحب كل حاجة مختلفة كده، كل حاجة مميزة فيها فكرة بحبها، فاول واحدة دي من اخر واحدة، واول واحدة دي مميزين جدا، وكمان اللي بعديها دي في حركات تحت اهي، فيها حركات تحت اهي برضو حلوة جدا. كمان الترابيزات بتاعت الشاشات برضو حلوة قوي. برضو الملاحظة ان الانتري اغلى من الركن، يعني الانتري ممكن يعمل لك فوق 10000 جنيه، انتري زي دوت تقريبا برضو، فاهمين؟ فانا ملاحظة ان سعر الانتريهات غالية عن الركن، ودوت ما لاحظتوش في التوحيد والنور، بس ده كمان في سنتر مكة نفس الاسعار برضو، ممكن يوصل الانتري 12000، وال الانتريه حاجة معينة وخشب معين وكده بيوصل ل 12000، يعني حتى لو هو جاهز في التوحيد والنور وسنتر مكة الاتنين في نفس الشارع، يعني امتداد مصطفى النحاس، بس ده في الحي التامن وده في مكرم، بينهم تقريبا محطة، تمام. بس عايزة اقول لكم انه بيبقى غالي، مش عارفة ليه، مع ان المفروض يعني ده برضو اكيد بيعملوا ركنة من حاجة مميزة، وده برضو غالي في حدود 10000 وكسور، ماشي. هتلاقوني جايبه لكم اهو 10370، هتلاقوني جايبه لكم سعره. واكيد برضو الانتريه اللي قبليه برضو اكيد نفس النوعيه، برضو ده مثلا ده انتريه تاني برضو عامل في الحدود دي برضو، بس مركزتش على السعر، ده عامل اهدى كده، مركزتش، ما مشيت على طول. بصوا هنا، عجبتني قوي برضو الترابيزات بتاعت الشاشات اهي، دي عاملة 1560، واللي جنبيها برضو اسعار متقاربة، اشكال مختلفة جدا برضو للشاشات، للترابيزات بتاعت الشاشات. وبس كده، اشوفكم في جولة جديدة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.